فلاش سبور. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه رسمي ملعب مجاز الباب سيحتضن المباراه الاولمبي البيجي ونادي الافريقي يوم السبت القادم. مباراة لحساب الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. السلطات الجهوية بمنزل رفضت مطلب الأولمبي البيجي لاحتضان المباراة هذه في ملعب 15 أكتوبر بمنزل. وكذلك تم رفض السلطات الجهوية والأمنية احتضان هذه المباراة في ملعب تستور، وبذلك رسمي مباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي يوم السبت القادم ستدور في ملعب مجاز الباب. نعطيكم البرنامج الكامل لكل مقابلات الجولة السادسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت الموعد مع 4 مقابلات، 3 مقابلات مع ماضي ساعتين ونص في ملعب مجاز الباب. الأولمبي البيجي يستضيف النادي الإفريقي، في ملعب المتلوي نجم المتلوي يستضيف النجم مراتي الساحلي، وفي ملعب نجيب الخطاب بتتاوين اتحاد تتاوين يستضيف فريق شبيبة العمران. في المقابل المباراة تنطلق مع 5:30 نتاع العشية في ملعب حماد العقربي برادس، مواجهة منتظرة بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. في المقابل يوم الأحد الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات جولة السادسة مساعتين ونص الموعد في ملعب باردو، مباراة دون حضور جمهور. الملعب التونسي يستضيف مستقبل جابس، في ملعب سليمان مستقبل سليمان يستضيف اتحاد بن قردان، وفي ملعب مصر بن جنات بالمناسير الاتحاد الرياضي المناسير يستضيف القوافل الرياضية بقفصة. في المقابل مباراة تنطلق مع 4:00 في ملعب طيب المهيري بصفاقس، النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. في الترجي الرياضي التونسي المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز يعود للتشكيلة الأساسية في المباراة القادمة أمام النادي الرياضي البنزرتي. في النجم الرياضي الساحلي 3 غيابات عن المباراة القادمة للنجم الرياضي الساحلي أمام فريق نجم المتلوي لأسباب صحية وإصابات، غياب حسام دكدوك، غياب مخلص شوشان، وغياب حسام بن علي. بطولة الرابطة المحترفة الثانية برنامج الجولة الثانية لمرحلة الذهاب يوم السبت القادم الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات. في المجموعة الأولى مدى 2:30 جمعية تريان مكرون المهدية، نادي القرب يستضيف القلعة الرياضية، جندوب الرياضية يستضيف مستقبل وادي الليل، أمل حمام سوس يستضيف الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، سبورتينغ بالمكنين يستضيف جمعية مجرين. في المجموعة الثانية هلال الشاب أمل الرقبة دائما يوم السبت، الرالوي أولمبيك سيدي بوزيد، وتقدم ساقية الدائرة يستضيف الشبيبة القيروانية. في المقابل يوم الأحد الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات، كل المقابلات تنطلق مساعتين ونصف. في المجموعة الأولى النجم الرادسي مع هلال مساكن، نادي حملان في يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى، وفي المجموعة الثانية الموعد سيكون مع 4 مقابلات، بعث بوحجلة مع كوكب عقير، بنس الجرمة مع الملعب الجيبسي، وهلال الرديف يستضيف مستقبل قصرين، وأمل جربة يستضيف نادي محيط قرقنا. في بلاغ صادر عن حكام كرة القدم في تونس أعرب فيه الحكام عن رفضهم القاطع لتجزئة مستحقاتهم المادية من قبل الجامعة. موضوع للمتابعة هذا الأسبوع قبل انطلاق الجولة السادسة للرابطة الأولى وكذلك الجولة الثانية للرابطة الثانية. في كرة السلة البارح كان الموعد مع مقابلات الجولة الثامنة ذهاب للبطولة البرو آ. في مباراة القمة النجم الرياضي الساحلي البارح فاز على الاتحاد الرياضي المنستيري 72-65. النادي الافريقي فاز على شبيبة المنازه 99-84. الدلية الرياضية بجرومبيليا فاز على اتحاد الانصار 56-52. النجم الرادسي فاز على نادي كرة السلة بالمهدية 80-74. الشبيبة القيروانية فاز على نجم حلق الواد 89-60. ترتيب في الباسكت الشبيبة ونادي الافريقي في الصدارة 15 نقطة. المركز الثالث الاتحاد الرياضي المنستيري ونجم الرياضي الساحلي 14 نقطة. المركز الخامس 3 نوادي، اتحاد الانصار، نجم حلق الواد، والدلية الرياضية بجرومبيليا، كل فريق عنده 11 نقطة. المركز الثامن 2 فرق، شبيبة المنازه ونادي كرة السلة بالمهدية 10 نقاط. المركز الاخير للنجم الرادسي 9 نقاط.
في إطار الإحاطة برياضي النخبة ودعمهم وتشجيعهم على تحقيق أفضل النتائج ومواصلة التألق وتشريف الرأي الوطنية في المحافل الدولية، استقبل وزير الشباب والرياضة السيد طارق صادق المرالي البارح لاعبة التايكواندو الدولية وبطلة أفريقيا شيماء تومي 57 كيلوغرام بمعية والدها وكذلك المدير الفني للجامعة التونسية للتايكواندو. قصد التنسيق بشأن التمارين المقبلة والاستعدادات القادمة للمنافسات العالمية بالنسبة لشيماء التومي. أكد الإعلام السعودي، قالت مدرب المنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني من الأسماء المطروحة لخلافة مانشيني على رأس القائمة الفنية الإدارة الفنية للمنتخب السعودي. نلقاو الفرنسيين زين الدين زيدان وهيرفي رونار وكذلك الأرجنتيني رومان دياز. ثنائي ريال الحارس تيبو كورتوا والبرازيلي رودريغو ثنائي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو يوم السبت القادم أمام البارسا، مباراة لحساب الجولة 11 من البطولة الإسبانية لليغا. ننتظر مباراة كبيرة بين هذا الثنائي. الريال في الشامبيونز ليج الأوروبية اللي فاز على بروسيا دورتموند 5-2 البارح، شفنا فورمة كبيرة برشا بالنسبة للبرسا في مباراة كبيرة أمام البايرن 4-1. ننتظر كلاسيكو الأرض، سيكون ممتع وممتع جدا يوم السبت القادم. نرجع للشامبيونز ليج، قلت أبرز مباراة البارح مباراة القمة تبعناها بين البرسا وبايرن ميونخ الألماني 4-1 للفريق الكتالوني، مباراة كبيرة للأمانة للبرسا. عن ممكن عامين ثلاثة ما شاهدناش البرسا بالنوع هذا بمباراة مثل البارح. المان سيتي دون صعوبة بسهولة رغم أنه لقى صعوبات في الشوط الأول، لكن اكتسح مرمى سبارتا براغا تشيكي 5-0. الانتر هدف اللحظات الأخيرة، فاز ليونغ بويز السويسري 0-1. ليفربول هدف العادة، انتصر على ليبزيتش الألماني 0-0. المفاجأة الليلة الفرنسي يفوز على أتلتيكو مدريد البارح على أرضية ميدانو 3-0. 3 نقاط ثمينة يعود بها ليلة الفرنسي. كذلك فريق فاينورد الهولندي يحدث المفاجأة البارح ويفوز على بنفيكا خارج قواعد 3-0. دينامو زغرب كذلك يفوز خارج القواعد على سالزبورغ النمساوي 2-0. هكا نكملوا فلاش سبور موجز الثامن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع زميل شهاب الحجلاوي. إلى اللقاء.